أستاذ ماجد، السيد حجاب بالنسبة لحضرتك بتشوفه إزاي في مسيرة كتاب الأغاني وكتاب الشعراء العامية المصرية من خلال تأثرك بيه؟ سيد حجاب هو بيعرف يصيغ الكلمة كويس، بيخش على الهدف بتاعه، مكثف ومنظم. يعني هو عرفت مؤخرا ان هو كان مهندس، فهو ازاي بيبني القصيدة بتاعته والابيات والاشعار ويرصهم. يعني في الاول كنت بقول حرفي او صنايعي، يعني وهو عنده كلمات مميزة يعني، بالظبط. وقدرته على انه يجيب كلمة شبه الكلمة انا بالظبط. كنت بقعد اتراهن لما اسمع تتر او اغنية او كده، اقول هو ده سيد حجاب ولا مش سيد حجاب، زي ما بعرف عمار او بعرف عمر خيرت او فلان. عنده بصمته. عنده بصمته وعنده مفرداته اللي حتى لو مش متكررة بتعرفي ان ده سيد حجاب، ده صوته، ده طعمه، ده لونه. فهو كان مميز مميز. ده يخلي الملحن والفنان الموسيقي يبقى سهل انه يلحن كلمات سيد حجاب، ولا يخلي فيه صعوبة علشان يقدر الملحن نفسه يبقى له هو كمان صوته الخاص؟ لا طبعا، كل اللي لحنوا له كل واحد ليه بصمته. يعني اذا كان راجح داوود غير عمر خيرت غير عمار غير بليغ غير محمد فوزي، لحن له حاجات في اخر ايامه. يعني عمل له اغنية في ابراهيم رجب، عملوا حاجات كتيرة، بس منها يلا بينا يلا تعالوا بينا تعالوا. يعني كل غناها واحد محمود عمل عبد العزيز، بصمته هي كانت في ودوره. مسرحية عرايس. وهو كمان هو حتى الشعر نفسه متنوع. يعني اللي عمل اتفضل من غير مطرود ازاي، زي بوابة الحلواني، زي يعني مختلف ومتنوع وجميل في كل لون.